صبريار. اهلا وسهلا بكم في صبريار. الدينار التونسي يندب فاهم يا جماعه. الدينار ينوح دمعه هرهار. قال لك الدينار التونسي يدور متنكر بسف سيري في سوق العمله. ما الدينار التونسي وصل للقمه مقابل الدولار. توا الدولار ب 3000 خويا. مال يعني كي يبدا الدولار متهدي يقفلوا 3 دينارات قرديفو. فبحيث ماشيين بخطاه حثيثه نحو الحدره والستر ربي. ماك ما ماك تحبونا ننتهجوا التجربه التركيه؟ أنا ديجا بدينا بتدهور العملة. توا الدينار في سوق العملة قيمته بالضبط كي ربطة الكلافص في سوق الخضرة. حتى نجلة بودن قالوا لها يا مدام الدولار ولا ب 3000. يا قتلهم ما شاء الله. والله قالوا لها في هذه نحن نقول لك حسبي الله مش جديدة تقول لها ما شاء الله. يعني شو كيفاه سيدي السائح الأجنبي توا في تونس بزوز دولارات يفطر 4 دجاج وجازوزة ويفضل له حق دخانه. والله الأمريكاني في تونس بدولار برك ينجم يبعث اس ام اس يشارك في برنامج الصندوق نتاع سامي الفهري ويدخل في السحب نتاع الكهرباء نتاع عبد الرزاق الشابي وزيد الباقي يعمل به لوفر يكلم صاحبته في الليل. دولار برك اللي هو الدولار في امريكا ما يجيبلكش كعبه بنبلون. فبحيث الدينار محتار يا جماعه. الدينار ماشي وينهار. ظهر لي اشتر صندوق النقد مشى حنا. الدولار ب 3000 والاورو ب 3250. قال لك الدينار التونسي عمل تنازلات اكثر من احمد نجيب الشابي. ما دينار قالوا له يا دينار طاح قدرك لبرا على قلم. هو انا كان عندي قدر لداخل. قالهم انا من اللي سماوني دنوس ل 100 فرانك ولات ارجل مني. وقال لك دينار قابل دولار يا اخي عمل العار. حتى من كثره ما قيمته طاحت ولا توا كي تلحم عركه في حومة يتضربوا بالدينارات ما عادش من الحجر. الحجر اغلى من الدينار يقول لك. حتى رفيق عبد السلام سمع بسوم الدينار طاح مشى الدينارات اللي عنده الكل صرفهم ب 100. حتى واحد صاحبي كناتري هذا قلت له مرشي العمله طايح قال لي مش مشكله نشريهم المرشي نوار. الدينار التونسي في وديعة ربي يا رجال. والله الامور ما تعجبش برجلي. لا الامور تعجبني زعما واقفه راه ان شاء الله بركه كمعز الجودي الخبير الاقتصادي يلقى لنا حل. اي معز الجودي خبير الاقتصادي معز الجودي من كثره ما يستدعوه كخبير اقتصادي صدق روحه انه خبير اقتصادي بالحق. هو ديجا كريتو معز الجودي يحكي في التلفزه عارف راي صمم مصيبه عارف راي خلت. ما قد وقتها كل شر يخرج يقول لنا الدوله ما عندهاش باش تصب الشهري الدوله فارسه وما عندهاش باش تصب الشهري. في الاخر كل راس شهري يتصبوا كل عاد. مشاو قالوا له اخي شبيك يا جودي شبيك تكذب على الدوله. ولا قال لهم انا مبربش في الدوله ثماش ما يصبوا لي يا اخي كل مره يصبوا علي سطل ما بارد. الدينار محتار وراكش في الانتظار وان شاء الله ربي يجيرنا من الانهيار ويحفظ الدور والدينار. وانا عندي واحد نعرفه من جماعه بو دينار قابلته في عين الدراهم كان راجل وسيد الريال اما بعد ما عاشر العباد دولار في الحياصه ولا لا يروبل ولا يعل. قلت له ديناري عليك يا صاحبي يا حسره كي كنت كاسح على بيزوس ومعناه. الان ناري عليك يا عشيري حتى من مشيتك وليت تمشي مرهوش كي فرانك اينشتاين. ها العمله الكلبه اللي عملتها في روحك ما تخافش عليا قال لي كل ليره فيها خيره. وحتى المراه حكيت معاها قالت لي ما يسالش اما كورونا شاورنا السلطات قبل. قلت لها زايد نقعدوا عاد ندوروا الدنيا تبدلت ولهذا باش تشك فيه وحتى اللي تزرعوا ما تخلطش تجنيه ورشم له شكبه.